اخوان، السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فلوق ديال اليوم الاخوان، نعطيكم السلسله ديال واحد خرفان شراو في سوق تيم حضيت الاخوان، تنهضروا على 2023. شراو تقريبا مور العيد في 2023، عيد 2023. داهم خويا محمد النواحي ديال المكناس، تحياتي ليه من هذا المنبر، هذا قابلهم وتهلا فيهم. هما هادو الاخوان فاش شريناهم. شحال الرايس وين؟ 35 ونص. 35 ونص. تبارك الله، اللهم يسر. الاخوان الدراري ديال المكناس الله يسخرهم. مولي داو هاد السلعه هادي 35 و500 باش داو، الله يسخرهم. تحياتي للجميع. من بعد واحد المده الاخوان عيط ليا قال لي راه بغيت نبيع، والحمد لله خيرني صراحه. مشيت لعندو الله يعمرها خيمه، ديناهم جبتهم عندي لهنايا لادرو، قابلتهم تهليت فيهم، والنتيجه الاخوان في اخر الفيديو. صراحة الاخوان بقاو عندي هاد التصاور هادو، وبديت نقلب لقيتهم، قلت نشارككم مع المتتبعين. يعني الاخوان صراحة راه شري مليح وقابلو تهلا، راه ما يكون غير الخير، والخير راه كاين عند الله ان شاء الله. طلعت تبارك الله بلدية مليحة الحمد لله، مشات في واحد المستوى اللي تبارك الله يعني عطيها تعطيك.
زه هنا الاخوان. من بعد دازت تقريبا واحد المده ديال شي شهرين ونص هكاك، يعني تبارك الله راه النتيجه بانت في الخرفان، وتبارك الله راه كاين مليح تبارك الله. الله يسخر وزا هنا الاخوان تمت عملية البيع تبارك الله الى مدينة طنجة. ياك ما مزيرة ها ها دير لنا دير 14 دير صافي 14 واش دوم زمان اخوان صغير واخ من البارح ما شربوش، ودابا المشكله راه على الفوق. ونعطيوهم حتى شي بارتي و اعطيو شويه ديال البار.